جائزة سيدنا الحسن بن علي لتعزيز السلم هي جائزة يمنحها منتدى تعزيز السلم لأفراد ومؤسسات أدت خدمات كبيرة في تعزيز هذه الثقافة وفي استعادة السلم للمناطق المضطربة والمصالحة بين المجتمعات المسلمة التي تشهد أحداث كبيرة. تأتي هذه التسمية استلهاما من الموقف العظيم الذي وقفه سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه فيما يسمى بعام الجماعة، فنريد من خلال هذه الجائزة التي يقدمها منتدى تعزيز السلم نريد أن يكون هذا الموقف استلهاما منه واستعادة للنموذج في الذي ينبغي أن يسود في العالم كله، والعالم العربي والعالم الإسلامي، بدل لغة الدمار ولغة العنف ولغة الكراهية. فهذه الجائزة تسلم وتمنح لكل من يعني أسدى جهودا كبيرة في هذا المجال، وكانت سنتها الأولى في السنة الماضية في الملتقى الأول في 2015 ملتقى منتدى تعزيز السلم، وسلمت للمفكر الهندي مولانا وحيد الدين خان الذي يعني طيلة 50 سنة وأكثر من ذلك يعني كتب كتابات كثيرة في تعزيز هذه الثقافة وفي تصحيح من الكثير من المفاهيم، وهذا ما يتقاطع مع فلسفة ورؤية ورسالة منتدى تعزيز السلم.